بكم مشاهدينا ضمن هذه النشرة الاستثنائية الثانية تتابعونها مباشرة على قناة الأولى. البداية بجديد الوضع الوبائي ببلادنا، وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الواحدة من زوال اليوم، ليرتفع عدد الحالات المسجلة بالمملكة إلى 858 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 62 حالة وعدد حالات الوفاة 50 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. أمس 11 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، لتنضاف إلى 4 أخرى شفيت الثلاثاء الماضي. بارقة أمل في إطار جهود متواصلة تبذلها الأطقم الطبية في محاربتها للوباء. عبد السلام الخلوي، إبراهيم الغوتي، وإيمان المحفوظي. للمرة الثانية تفتح بوابة وحدة العزل الصحي بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، وتعلن مزيدا من المتعافين من فيروس كورونا. يوم الثلاثاء الماضي كان الحدث الصحي البارز خروج 4 حالات متعافية، ويتجدد الموعد بإعلان شفاء 11 حالة جديدة ودفعة واحدة. فرح وشكر لله وامتنان لتضحية الفريق الطبي في الخط الأمامي ولكل السلطات العاملة في مواجهة فيروس كورونا في مختلف مواقعها. بفضل تضافر الجهود ديال جميع العاملين بقطاع الصحة، تضافر الجهود في نفس الوقت ديال جميع المكونات، احنا فرحين بزاف. الجهود تكللات بواحد النجاح نسبي، ولكن تعطينا واحد الشحنة إيجابية وكبيرة بزاف تخلينا نقدروا نواجهوا بها القادم في هذا الوباء. هذا كل شيء ترجع لفضل الأطباء اللي كانوا تقوموا بالمهمة ديالهم على أحسن وجه، وبالنسبة لي سوكي غير تخدموا مزيان، المطبخ، النظافة، كل شيء ما شاء الله عليهم. السيرفيس اللي تبارك الله عليهم وما شاء الله عليهم، من أطباء، من مساعدات، من ديزانفيرميير، من لي فام دو ميناج، لي زاجون دو سيكوريتي، كل شيء تبارك الله عليهم وتنشكرهم بدون استثناء. كانت هناك معاملة طيبة جيدة، تنتمنى باش ان يعطيهم ربي اجر المجاهدين. تيجيو عندنا، تيقابلونا، تيشريو لنا اللي بغينا، ما عمرهم خسروا معنا في شي حاجة. تصور انت الطبيبة كتدخل عندنا مع الصباح جايبه مشموم ديال النوار، وكتقول لنا صباح الخير بواحد بواحد. 15 حالة شفاء من فيروس كورونا تغادر مستشفى سيدي سعيد سالمة، أثبتت التحاليل المخبرية التي خضعت لها خلوها نهائيا من فيروس كورونا، حصيلة مهمة تبعث على الأمل وتبرز المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف كل المتدخلين لرعاية المرضى وتتبع وضعهم الصحي بالنجاعة المطلوبة. لجنة طبية تتجتمع يوميا على أساس باش تواكب الحالة السريرية ديال كل مريض على حدة، المواكبة كذلك بالنسبة ما هو ضروري على الحياة اليومية، كاين مواكبة كذلك بسيكولوجيا. لحظة خاصة واستثنائية عاشها مستشفى سيدي سعيد بمكناس وهو يودع المتعافين الجدد، لحظة فرح تثمن ثمار العمل المضني والمجهود الجبار المشترك في تقديم أرقى المستويات في الرعاية الطبية وفي الحرص على التطبيق الصارم والحازم لحالة الطوارئ الصحية. تنفيذا لتعليمات جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بتكليف القوات المسلحة الملكية بمد العون للطب المدني عبر فرق متعددة الاختصاصات تغطي كل التراب الوطني، وتتكون من أطقم طبية وشبه طبية واجتماعية من القوات المسلحة الملكية البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والقوات المساعدة، طاقم طبي عسكري يعزز الموارد البشرية
للمستشفى الإقليمي لزاغورا ليساهم إلى جانب الطاقم المدني في جهود مكافحة وباء كوفيد-19. أحمد العلوي وعلي نيوى. تعبئة شاملة يشهدها مستشفى الدراق بزاغورا من أجل تقديم العلاج والدعم للحالات المصابة بكوفيد-19. أطر طبية مدنية وأخرى عسكرية مجندة للتكفل بالمرضى المصابين بهذا المستشفى والذين يوجدون في حالة صحية جيدة حسب الأطقم الطبية المتتبعة لحالتهم الصحية. أنا بغيت نغاسوري الناس ديال زاغورا وديال المنطقة أن كل شيء تحت سو كونترول، والمرض الأول راه في تحسن، ورا علينا ان شاء الله نديروا له التحليله الثانيه باش نشوفوا واش مازال فيه الفيروس او لا. والمريضه الثانيه راه حتى هي ستابل، راه مزيانه الحمد لله. سيده حامل من بين الحالات التي يتم التكفل بها هنا بهذا المستشفى وتتبع حالتها بشكل دقيق. الشيء الجديد كذلك هو على انك كانت هناك حاله لسيده حامل تطلب جلبها إلى المصلحة العزل لأنها كانت اون كونتاكت مع الحالة الأولى، وقام الفريق الطبي بإجراء عملية قيصرية، وهي الآن وجنينها يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد. تدابير وإجراءات متعددة اتخذت لتعزيز العرض الصحي على مستوى إقليم زاغورا لاستقبال الحالات المحتملة بالفيروس والتكفل بها، وتجند من قبل الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية لمواجهة هذا الوباء وتقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى المحتملين. حالة الطوارئ الصحية لا تعني أبدا توقيف عجلة الحياة، بل هو إجراء للحد من انتشار رقعة الوباء. وفي ظل هذه الوضعية يواصل مركز فحص وعلاج الأسنان التابع للمركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء تقديم خدماته للحالات المستعجلة، أخذا بعين الاعتبار عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية. سعيد الإدريسي، مصطفى والداونة والمهدوب. مركز فحص وعلاج الأسنان التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، لا يستقبل إلا الحالات الاستعجالية المرتبطة بأمراض الفم والأسنان. كل المواعيد الطبية أجلت، في حين يستقبل قسم المستعجلات الحالات المستلزمة للإسعافات الأولية الاستعجالية في التشخيص والعلاج، وذلك بهدف التصدي لانتشار فيروس كوفيد-19. طبيب الأسنان كيعمل في بواحد المعدات، هاد المعدات هادو كيشتغل بها كتخرج الماء، وهاد الماء يتخلط مع الرداد، وكنعرفوا بانه الرداد هو المسبب الاساسي بهاد الظروف هادي. ركزنا اساسا على التوصيات اللي جات في اخر الجرائد العلميه بانه غير الحالات المستعجله هي اللي يمكننا ناخذوا ونعالجوا. المشكل ديالها نهار السبت كانت ناضت وفما كينبع لها بالدم، منين نشوف الدرصة ديالها هي اللي كتخرج لها الدم. نمشي لسبيطار الحومه نسولهم، قالت لي ما عندناش حنايا هادشي ديال الدراس، غنعمر لك ورقه غتمشي للكليه ديال الطب، هي اللي غيساعدوك بانني غيقول لك اش كاين، لان الاطباء كلهم سادين. القسم يستقبل يوميا ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية ما بين 35 و40 حالة تعاني من آلام أو نزيف أو حالات تستدعي التدخل السريع لطبيب الأسنان. كنستقبلوا الناس اللي عندهم حالات مستعجلة، الحريق، إلا كان شي تعفن، شي نفخ في الحنك، إلا شي واحد عنده دار الله يحفظ أن أكسيدان ولا طح على سنانه ولا بقى عنده نزيف ديال الدم من بعد شي درصة محيدة. دونك حنايا هنايا كنحاولوا نستقبلوهم وكنوجههم للمصالح المختصة في المركز الاستشفائي. حاجة كنبغي نشير ليها بأن طاقم التمريضي ديال مركز فحص وعلاج الأسنان سي اش اي كازابلانكا وفر جميع وسائل الحماية ديال لا سوا للممرضين لا سوا الأطباء لا رؤساء المصالح لا إداريين لا مساعدي الأطباء، وفر جميع وسائل ديال الحماية.
مركز فحص وعلاج الأسنان كباقي المؤسسات الاستشفائية يحرص على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ووسائل الحماية والتعقيم لتجنب العدوى وبالتالي التصدي لانتشار الفيروس. تتواصل مجهودات الإعلاميين والصحفيين في كافة المنابر الإعلامية من أجل مواكبة وتغطية مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. الأطقم الصحفية والتقنية تعمل بدون كلل لنقل الخبر أينما كان وجعل المشاهدين على اطلاع كامل بكل التفاصيل التي تهم هذا الوباء. هي جهود متواصلة من الجسم الإعلامي بكل مكوناته لضمان خدمة إعلامية على مدار اليوم وتنوير الرأي العام بشأن المستجدات والأخبار والمواضيع المرتبطة بهذه الجائحة، خاصة في خضم حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا والتزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي دعت إليها السلطات العمومية لتفادي انتشار وباء كوفيد-19. فالعمل الإعلامي المهني يساهم في توعية المواطنين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم للالتزام بإجراءات الطوارئ الصحية والحجر الصحي. كما يطلع الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني بأدوار مهمة في محاربة كافة أشكال الأخبار الزائفة التي يروج لها في وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الظرفية الاستثنائية والتي تتطلب تعبئة جماعية لتجاوز تداعيات هذه الجائحة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة السيد جمال المحافظ، صحفي وكاتب. بعد التحية سيد المحافظ، ما هو تقييمكم للمتابعة الإعلامية لجائحة كوفيد-19؟ يعني هل كانت وسائل الإعلام في الموعد؟ بالفعل أنه من بين المسائل الأساسية التي أبان عنها فيروس كورونا هو أولا الدور الهام الذي يطلع به وسائل الإعلام. هذا الدور الذي تعاظم في هذه اللحظات التي فتحت المجال للإعلام لكي يقوم بوظائف الإخبار والتوعية والتحسيس. على الرغم من صعوبة هذه الظروف فقد تمكن الإعلام وخاصة الإعلام الوطني وأخص بالذكر الإعلام العمومي في لعب أدوار أساسية في جعل الرأي العام والجمهور بطبيعة الحال أن يواكب هذه التحولات وأن يطلع على التدابير، لأن الإعلام يلعب دور الوسيط في التعريف بطريقة تجعل الرأي العام يستوعب بطريقة مهنية هذا الوباء الذي باغت الجميع، لم طبعها وتكسرت فيه الحدود، وهذه الحدود قد استطاع الإعلام أن يلعب هذه الأدوار. وأعتقد أن هذه سوف تشكل مدخلا أساسيا لإعادة الاعتبار لدور الإعلام ودور الخدمة العمومية بالخصوص في الإعلام، بحيث أننا لاحظنا نتيجة الحجر الصحي بناء على التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها من أجل محاربة جائحة كوفيد-19، هناك نوع من تتبع لهذا النوع من الإعلام، وأقصد به الإعلام المهني الذي يقدم المعلومة من الموثوقة المصادر والمتنوعة، أقول المتنوعة سواء كانت لها علاقة بالجانب الصحي أم كانت لها علاقة بالجوانب المتعلقة بالوقاية في الجوانب الأخرى في الميادين الأخرى. إذن الإعلام له دور ودور أساسي، وهذا الدور سوف يتعاظم، أعتقد سوف يتعاظم من بعد إن شاء الله ما. طيب سيد محافظ، ما لاحظناه هو جهد إعلامي في متابعة مستجدات الوباء وتنافس وسائل الإعلام على اختلاف مشاربها في تقديم المعطيات الدقيقة من المصادر الرسمية والأخصائيين. ما أهمية ذلك في ظل تناسل الأخبار الزائفة؟
بالفعل أن ما يمكن سميته بإعلام الحقيقة هو الذي سوف يحارب الأخبار الزائفة. تنافس أعتقد بأنه تنافس إيجابي. لن أتحدث عن الإعلام على المستوى الدولي، ولكن سوف أتحدث عن الأدوار التي يلعبها في هذه اللحظات تلعبها وسائل الإعلام مختلفة، وخاصة وسائل الإعلام البصرية. وأنتم تعرفون ليس فقط على مستوى المغرب ولكن على مستوى دول العالم الأهمية الخاصة التي يلعبها التلفزيون في مواكبة ليس فقط الأخبار وإنما التوعية والتحسيس. هناك مجهود حقيقي يبذل، وبالفعل لقد أبان عن ظهور فعاليات ليس فقط في الجانب الإعلامي، وإنما أصبحنا نشاهد فعاليات أخرى لم نتعود أن نراها في التلفزيون. فمثلا شاهدنا هناك فعاليات صحية طبية، مفكرين مثقفين. إذن الإعلام لعب هذا الدور وينبغي أن يواصل هذا الدور ليس فقط عند انتهاء هذه الجائحة، ولكن كما قلت في البداية أن دوره سوف يتعاظم بشكل كبير. على الرغم من ملاحظة لو سمحتم إلي، ملاحظة بسيطة، هو أنه نحن في حاجة إلى متخصصين فيما يعرف بإعلام الأزمات. هذا تخصص ينبغي أن يتم الإكباب عليه مستقبلا من أجل أن يكون هناك متخصصين في هذا الجانب. نعم. ولكن رغم ذلك أعتقد وبكل مسؤولية وبكل صراحة أن وسائل الإعلام كانت في الموعد ولعبت أدوار أساسية. نعم. ولا زالت تلعب هذه الأدوار رغم الإمكانيات. صحيح أن دور وسائل الإعلام هو الإخبار، لكن في ظل أزمة كورونا أصبحت لها أدوار أخرى من قبيل دور الوسيط بين المعلم والتلميذ في إطار عملية التعليم عن بعد. كيف تقيمون هذا الانخراط، وهل يمكن اعتباره مدخلا لتثمين الخدمة العمومية في الإعلام؟ بالفعل مسألة التعليم عن بعد هي فتحت مجالا آخر إيجابي في التعامل مع شريحة يمكن أنها كانت مغيبة إلى حين. فهذه مناسبة من أجل أن ينفتح الإعلام على آليات ووسائل جديدة بإمكانها أن تلعب أدوار أساسية ومهمة في ليس فقط كما تفضلت في الإخبار، ولكن في جوانب التثقيف، في جوانب الترفيه بشكله السامي فعلا. إذن أعتقد أن هذه المرحلة يمكن أن تشكل بوابة أو مدخل أساسي للانفتاح على أجيال أخرى من الاهتمامات في مجال الإعلام. وأؤكد من خلال بطبيعة الحال من خلال الإحصائيات للتدليل على الدور الذي أصبح للإعلام، أن نسب المشاهدة ارتفعت في قنوات الإعلام التلفزي. نسب تسجلها هذه القنوات بشكل كبير. إذن هناك نوع من الإقبال على هذه وسائل الإعلام، ولكن في نفس الوقت أعتقد أنه ينبغي توفير الإمكانيات اللازمة لهؤلاء الإعلاميين. فعندما مثلا نتحدث عن السلامة وعن المحافظة ألاحظ بأنه مهن أخرى نتحدث عنها بشكل أكبر، في الوقت الذي هناك جنود الخفاء من الإعلاميين والتقنيين والصحفيين الذين يتركون بيوتهم وغير عابئين بين قوسين. إذن ينبغي أن توفر لهم الإمكانيات لكي نطور هذا الإعلام، وهذه مناسبة هامة من أجل الشد على أيدي جميع المشتغلين فيما يسمى بمهنة المتاعب، والتي أكدت هذه الجائحة عن علو كعبهم. شكرا السيد جمال المحافظ، صحفي وكاتب، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.
وفي إطار عملية التواصل والتفاعل مع المشاهدين، تشرع القناة الأولى في بث برنامج جديد يجيب على تساؤلات المواطنين. عنوان البرنامج كوفيد-19 عندي سؤال، ويسلط الضوء على آخر مستجدات الوباء ببلادنا وتداعياته، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي، بمشاركة خبراء ومختصين. سيقدمون أجوبة على مختلف أسئلة المشاهدين التي سيتم التوصل بها عبر الصفحة الرسمية للقناة الأولى في منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام. كما يمكن للمشاهدين إرسال رسالة صوتية أو فيديو إلى رقم الواتساب 06-11-20-88-10. الحلقة الأولى من البرنامج ستناقش موضوع الاستفادة من التعويضات التي سيقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، وستخصص الحلقتين المواليتين لصرف المساعدات المالية لفائدة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا. وتطبيقا لإجراء حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي الفيروس، بادرت السلطات الإقليمية بإقليم إفران وفعاليات المجتمع المدني إلى إيواء الأشخاص بدون مأوى والتكفل بهم في مراكز اجتماعية توفر لهم العناية الصحية والنفسية. عبد المجيد حلاوي وأحمد الفضيلي. فيروس كورونا المستجد عرف عنه أنه فيروس يعشق الأجواء الباردة ولا يستحمل درجات الحرارة المرتفعة، وحتى لا يبقى أشخاص دون مأوى معرضين لموجات البرد بإفران ولخطر انتقال العدوى، تم إيواء من لا مأوى له. وجينا هنا فين كنا الناس وبرا بينا نخدموا، وتلاقينا مع هذه الأزمة وجابونا هذه الناس لدار الطالب، وبخير وعلى خير واكلين شاربين دابا، وجينا هنا داوينا وكلينا وشربنا والله ينصر سيدنا. وجا هاد الأزمة ديال فيروس كورونا، ما لقيناش فين كريو وما لقيناش فين خدمو، كنا نباتو في الزنقة، وجاو المسؤولين جابونا لهاد المؤسسة ديال دار الطالب والطالبة ديال عين اللوح. مبادرة السلطات الإقليمية والمجتمع المدني بإفران تهدف من جهة إلى تحقيق التضامن، ومن جهة أخرى إلى محاصرة الوباء من كل منافذه. ويبقى التحسيس بالنظافة هاجسا حاضرا بقوة في هذه الظروف. نقوم بمراقبتهم وتتبع حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك نقوم بحصص توعوية حول وباء كورونا، كيفية وطريقة غسل اليدين واحترام المسافة الأمان، وعند العطس أو السعال يجب تغطية الفم والأف بالمرفق. كما نقوم بتوعية المشرفين على المطبخ حتى يقدمون وجبات سليمة وصحية. تم انتشال إلى حدود اليوم 38 حالة من الذكور، وتم إيوائهم بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب والطالبة عين اللوح، بعد أن تم تعقيمها من طرف السلطات المختصة وتهيئ جميع الظروف المناسبة لهم من أجل توفير الإيواء والتغذية والرعاية الصحية بتنسيق مع السلطات الصحية المختصة. وبالإضافة إلى إيواء 38 شخصا بالغا ممن لا مأوى لهم، يتم التكفل أيضا ب17 طفلا بدار الأمان، وما يرفع عدد المتكفل بهم إلى 85 فردا. الفلاحون بدورهم يواصلون دون كلل أو ملل أنشطتهم الزراعية لضمان تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المنتوجات الغذائية. من منطقة سيدي علال تازي نواحي القنيطرة، روبورتاج سميرة أصبان وفؤاد الحرش. النشاط الزراعي ظل صامدا أمام حالة الطوارئ الصحية. فلاحو منطقة سيدي علال تازي على بعد حوالي 40 كيلومترا من القنيطرة يواصلون أنشطة الزراعة الربيعية. أصناف مختلفة من الخضر والقطاني تنتجها هذه الضيعة التي تمتد على مساحة 10 هكتارات. إنتاج الفاصوليا البيضاء مثلا يتراوح هنا بين 3 و4 أطنان للهكتار الواحد. بحسب المزارعين، الطلب على هذه المنتوجات الفلاحية تزايد بعد شيء. بالنسبة للإنتاج عادي بحال ديما، ما كاينش شي تغيير، واخا كاين هاد سميتو هاد الوباء اللي كاين، ولكن بالنسبة للإنتاج عادي. لا شيء تغير في برنامج عمل هؤلاء الفلاحين. بوتيرة عادية يواصلون عملية غرس منتوجات الزراعة الربيعية حتى تكون جاهزة في الأشهر المقبلة. الفلاح راه مدي قايم بالمجهود ديالو، موجد السلعة ديالو، فلا ما يكون مثلا هذا المرض كاع، راه مكاش الناس عارف هذا المرض. الفلاح راه كان في
تيوجد بالحساب الاجل ديال السلعه امتى توجد، واش 4 شهور ولا 5 شهور، راه كان الانسان داير الاحتياط ديال هادشي. كما تتشوفوا حتى حنا راه حنا زار عند باب مطيشه، واش حنا عارف المرض غادي يستمر مثلا حتى شهر 8، راه حنا تنوجدوا السلعه لشهر 8 وشهر 7. انتقلنا الى ضيعه فلاحيه اخرى بمنطقه سيدي علال تازي. عملية جني المحاصيل الزراعية أوشكت هنا على الانتهاء. أكثر من 20 طنا من الجزر سيوجه الآن إلى السوق. الحمد لله الفلاحة دايرين مجهول ديالهم، واللي وصلت سوقية ديال سي زرع راه كيزرعها بصفة عادية، والإنتاج راه موجود بصفة عادية، والمردود ديال الحمد لله مردود ديال جيدة، ونشاط الفلاحي راه غادي بوتيره عاديه جدا. الى حد الان حنا فتنا 50% من غرس الزراعات الربيعيه، وهاد الزراعات الربيعيه والزراعات الصيفيه فهي ستمكن من تغطيه كل الحاجيات ديال المستهلكين الى ما بين يونيو الى نهايه دجنبير 2020 ان شاء الله. الإنتاج الفلاحي الحالي يبقى كافيا لتأمين احتياجات الأسواق الوطنية بشكل مستمر، أما أسعار هذه المنتجات فتبقى مستقرة بحسب ما أكده بلاغ سابق لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. أفراد الجالية المغربية المقيمين بمختلف أرجاء العالم يواصلون مساهماتهم في حث المواطنين المغاربة على الالتزام بالحجر الصحي والتقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من انتشار الوباء. لنتابع. Bonjour, moi c'est Nada, je suis belge marocaine, j'étudie actuellement à Helsinki dans le cadre d'un échange. Voilà, confinée dans ma chambre depuis maintenant 2 semaines, je ne sors plus vraiment, hormis pour faire des courses. Ici à Helsinki, on s'auto-confine, j'étudie à distance, je suis mes cours à distance, je remets mes travaux à distance, tout se fait à distance. Mais voilà, c'est pas vraiment l'échange que j'aurais aimé. Toutes mes activités sont à l'arrêt, mais je sais que je fais ça pour autrui, je sais que je protège mon voisin, je sais que je protège ma famille et tous ceux qui sont en danger potentiel, et je me protège moi-même. Donc j'aimerais faire passer un message à tous mes compatriotes marocains: restez chez vous parce que vous protégez votre société, vous protégez votre voisin, votre mère, votre père, votre frère et vos amis. Donc restez chez vous. انا هنايا دابا غير قدام الدار، يعني ما خرجش للزنقه، ما كنخرجش ما كنمشيش، يعني خرجت يمكن 3 ديال المرات 15 دقيقه الى اخره، من غير نهار واحد اللي كان اوبليجي عليا نمشي نخدم. الواحد هنايا هذه مناسبه باش ان كل واحد يقدم اللي عنده وباش يساعد الاخرين. درنا واحد التحالف ديال جمعيات مغربيه في الولايات المتحده باش تساعد الناس، بالاضافه الى فيديوهات لتوعيه المواطنين. كنسوف ديوركم، الله يجازيكم بخير والله يفكها على خير. أكيد كنا مطلعين على القرارات الصائبة اللي خدها المغرب اللي الحد من انتشار الفيروس ولتوعية المواطنين واللي كذلك حمايتهم. فأكيد إحنا كمواطنين تبقى مسؤولية على عاتقنا أننا نلتزموا بهذه الشروط، ونلتزموا بوسائل الوقاية، ونلتزموا بيوتنا وما نخرجوش إلا للضرورة القصوى باش نحدوا من انتشار هذا الفيروس. كان زيد نأكد ونأكد باش نقولوا بلي تحنا بلجيكا يعني قايمين بسكون أبي الكونفيرمون، يعني الحجر الصحي تحنا واخا الظروف صعيبة جالسين علاش باش نحافظوا على الصحة ديالنا، داك الشيء في الصالح ديالنا. نتمنى أنه الجميع يكون واعي بهذه الظرفية الصعيبة اللي كندوزوا بها، ونتمنى إن شاء الله كل شيء يدوز على خير وبخير. وش غادي نقول لكم؟ نتمنى من الله عز وجل كل شيء كما قلت يدوز على خير، ونتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله، ونتمنى السلامة والله يحفظ الجميع. إلا ما بغيتيش تقتل الناس وتقتل راسك، جلس في دارك. سعدت بلقائكم ضمن هذه النشرة الاستثنائية. الموعد الإخباري المقبل على الساعة 7 مساء مع النشرة باللغة الفرنسية. إلى اللقاء.